في البداية طبعا يعني التوفيق كله طبعا للجهاز الجهاز الفني الجديد واللعيبة السنة دي، ويعني اللعيبة كلها مركزين، ويعني احنا ابتدينا المعسكر الأولاني في اسكندرية. الحمد لله المعسكر كان كويس ومشي بشكل كويس، وبعد كده رجعنا اتمرننا 4 5 تمرينات تقريبا، بعد كده سافرنا هنا كرواتيا. معسكر ماشي كويس جدا وكله بيتمرن كويس جدا، وكله طبعا مركز. عندنا هدف ماتش افريقيا اللي جاي ده، ماتش مهم جدا، كل اللعيبه مركزين في الماتش ده، يعني هو ده هدفنا الاساسي. طبعا احنا بنشوف وجهه نظر المدرب الجديد بايه اللي هو عايز ينفذه في الملعب، واحنا يعني بنحاول ان احنا ننفذ تعليماته. فانا ان شاء الله السنه دي يبقى موسم كويس ونقدم فيه يعني حاجات كويسه باذن الله. قبل كده 2012 تقريبا 13 كسبوا، كانوا واخدين نقطه واحده بس تقريبا في اول 3 ماتشات، وهم اللي خدوا البطوله، هم اللي رفعوا الكاس الاهلي. فيعني احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا نكسب باذن الله الماتشين اللي جايين دول كمان، وربنا يوفقنا في باقي البطولة. بس إن شاء الله يعني كله عنده يعني كله نفسه طبعا، وهدفنا كله بطولة أفريقيا، يعني دي أهم حاجة طبعا. اللعيبة اللي هنا يعني معظم اللعيبة محترفة ولعيبة كبيرة جدا، ولعيبة يعني بتحاول تنفذ اللي المدرب عايزه في وقت قليل. يعني هو ده اللي بيفرق النادي الأهلي عن أي نادي، إن أنت عندك لعيبة المنتاليتي بتاعتهم يعني كويسة، ويقدروا ينفذوا اللي المدرب بيقول لهم عليه في وقت قصير. وإن شاء الله نقدر إن احنا يعني ننفذ الكلام الراجل بيقوله في وقت قصير، يعني ان شاء الله. طول عمري طبعا انا بقول الكلام ده، ان انا يعني انا محظوظ ان انا معايا اتنين، واحد زي كابتن احمد فتحي، واحد زي كابتن باسم. يعني الواحد استفاد منهم كتير جدا من ساعه ما اتصعدت، استفدت في يعني في حاجات كتير جدا. واحسن حاجه ان انت بتنافس، يعني المكان اللي انت بتنافس فيه بقى معاك لعيبه كبار زي دول، ان انت بتتعلم منهم وفي نفس الوقت بتحاول تبقى زيهم وتتطور. يعني دي من احسن الحاجات اللي فادتني في النادي الاهلي طبعا. فأنا شايف ان دي حاجه كويسه جدا، ان في منافسه كويسه جدا، والواحد بيحاول ان هو يطور من نفسه. يعني